نكمل كلام. مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان، هنا طبعا من محطة رمسيس وتجمع جماهير النادي الأهلي قبل السفر إلى برج العرب ومباراة الأهلي والنجم الساحلي في إياب الدور نصف النهائي لدوري الأبطال الأفريقي. بالطبع جماهير النادي الأهلي في كل مكان بتحتشد منذ الصباح الباكر للسفر إلى اسكندرية ومساندة فريق النادي الأهلي. وهنا من أمام مسجد الفتح تحديدا في ميدان رمسيس معي عينات من جماهير النادي الأهلي تستعد من الآن للتجمع وركوب الحافلات للتوجه إلى ملعب المباراة. منذ الصباح الباكر برحب بكم، قول لي فكرة انك تسافر من الصبح بدري. اولا انت اسمك ايه وعندك كام سنة؟ اسمي محمد حسن سلام، عندي 14 سنة. محمد انت عندك 14 سنة، فكرة انك تجمع نفسك انت واصحابك وتروح الماتش وتجيب تذكرة بتفكروا فيها ازاي وشايفينها ازاي؟ وهل مكلفة ماديا بالنسبة لكم ولا بتفكروا فيها ازاي؟ والله كله في ايد الاهلي، يعني احنا الاهلي فوق راسنا كلنا، لو هو فين هنروح وراه. والله يعني انا عايز اقول لحضرتك يعني اللي الاهلي فوق اي حاجه، يعني انا طبعا انا في الجامعه مأجز من الجامعه ومأجز من شغلي عشان اروح الماتش. انا نازل من الساعه 6 وعارف ان انا عقبال ما اوصل اسكندريه هتكون الساعه 2، يعني عقبال ما نخش الاستاد هتبقى 4، بس كل حاجه يعني الحمد لله يعني هتروح لما الاهلي يكسب. اول ما الاهلي يكسب طبعا الواحد مش هيحس باي تعب، مش هيحس باي حاجه، مش هيحس اللي يومه راح. تكلفه التذكره بكله حوالي 150 170. انت في دراسه ولا اخ؟ دراسه في معهد التجمع، اربع نقط نظم معلومات. في الظروف الاقتصاديه الحاليه لما تجمع ب 150 جنيه في رحله في ماتش ده بالنسبه لك ما تفرقش؟ قدام الاهلي طبعا ما يفرقش، لو قدام الاهلي ما يفرقش طبعا 500 جنيه. ما هو قدام الاهلي ما يفرقش اي حاجه طبعا. هو الاهلي فوق اي حاجه، ما يفرقش معاه 500 جنيه ولا حتى 10000 جنيه. باذن الله ورا الاهلي في اي مكان ما مش هتفرق فلوس، المهم اللي احنا نساند فريقنا. اصبحت يعني اصبح الاهلي الوحيده، الحاجه الوحيده اللي بتفرحنا في مصر بصراحه في ظل الظروف اللي بتحصل في البلد دي، الكره اللي بتفرح الواحد، بتفرح الغلابه. اول حاجه الناس اللي ماتت امبارح بتوع الشرطه الله يرحمهم كلهم وتحيه ليهم كلهم. تاني حاجه النادي الاهلي ان شاء الله هيكسب النهارده وباداء حلو، وليد ازهر هو اللي هيساعدنا ان شاء الله. ونشجع الاهلي مش هنشجع لعيبه، احنا بنشجع الاهلي مش بنشجع لعيبه. عماد متعب زي ازهر وزي اجاي زي اي حد في النادي الاهلي، اي لعيب في الاهلي ان شاء الله هيكسبنا النهارده. انا في دراسه حاليا بدرس وبشتغل الحمد لله، دلوقتي مخلصين شغل كلنا بالليل وسهرانين لغايه ما جهزنا نفسينا توش الناس لغايه دلوقتي، وهنفضل سهرانين ويوم واتنين مقابل ان الاهلي بس يفوز ويوصل للهدف اللي احنا عايزينه كلنا. حاجه كويسه يعني ان احنا نقف جنب الاهلي وكده، اهو رايحين نقف جنبه عشان يكسب ان شاء الله. ان شاء الله الاهلي يكسب 2-0، مش مهم اي حاجه، المهم حب النادي الاهلي، وان شاء الله هنصعد وهنكسب وناخد افريقيا ان شاء الله التاسعه يا اهلي. انا سايب شغلي وسايب دراستي النهارده وجاي لازم ابقى ورا النادي بتاعي ان شاء الله. ازاره النهارده هيسجل 2-0 ان شاء الله. باذن الله هنكسب 2-0 باذن الله، وان شاء الله الاهلي هتفضل طول عمره فوق وان شاء الله التاسعه الاهلي باذن الله. هو بيروح على طول مطش على طول بتاع الاهلي، لكن المره دي انا قلت له انا عايز اروح معاك الماتش ده. انت كده مطمن وانت رايح هتشجع بقى براحتك ولا ايه؟ و2-0 للاهلي باذن الله.